يعني مدى أهمية ملف العمران في مصر والتصالح على المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية والمجهود الكبير قوي قوي اللي كل مؤسسات الدولة شغالة فيه بحيث إن هي تحدث الحقيقة تطوير مستدام في هذا الملف، يعني أنت مش هتتخيله. فأنا بحييك إنك دايما بتثير هذه المسألة. النهاردة اجتماع رئيس الوزراء كان من ضمن سلسلة الاجتماعات اللي الحقيقة هم بيشتغلوا فيها واللي احنا بنتعاون معاهم فيها. التصالح كان على ضمن رأس الاجتماع، موقفه موقف برضه تقنين أراضي وضع اليد، ثم موقف المتغيرات المكانية والتعدي على الأراضي الزراعية. التصالح طبعا انت عارف ان احنا عندنا اجمالي الطلبات من واقع جلسات قياس الأثر التشريعي اللي انا وزملائي قررنا ان احنا نعقدها بشكل دوري، افرز على ان احنا اجمالي الطلبات 2.8 من 10 مليون طلب. طلبنا منهم نعرف كم طلب تم البت فيهم قبولا او رفضا. ففي اول جلسه كان 38 الف طلب، وفي ثاني جلسه كان وصلوا ل 50 الف طلب، وده طبعا رقم كاشف جدا اللي بيه الحكومه كلها انتبهت، ورئيس الوزراء استصدر قرار بقبول طلبات التصالح بالنسبه للقرى بشكل جمعي. القرى لوحدها طلبات التصالح فيها 1.6 مليون طلب. طبعا هذا القرار لم يجد صدى على أرض الواقع، للمحافظين ما مضوش ورؤساء الوحدات ما مضوش، لأن القبول الجمعي يصطدم مع نص المادة الأولى من هذا القانون وفيها 8 مسلسلات بثمان اشتراطات، فما حققوش أي نتيجة. حاولت التنمية المحلية قالت لك طب لقيت المساحة 200 متر نقبل، بعد كده لا نقبل، يعني اختلفنا معاهم وتم عقد الحقيقة بحي الدكتور مصطفى مدبولي. لأنه يعني هو دائم الحقيقة التواصل معايا ومع زملائي في لجنة الإسكان ورئيس الأغلبية، وعقدنا اجتماع في مجلس الوزراء وقلت له لن يتم تحقيق أي تحرك في هذا الملف إلا بإصدار تشريعي يتلافى بالمشرع النقاط أو 7 نقاط من 8 مسلسلات في المادة الأولى. يعني أبقي على السلامة الإنشائية. ما دون هذا كان سؤالي. يعني على سبيل الأمر مثلا المخالف في قيد الارتفاع، مدينة كاملة مخالفة في قيد الارتفاع، هتزيل؟ لو هتزيل أوكي أنت بتفق بتنفذ القانون. لو الاعتبارات الإنسانية طبعا ما احنا عارفين ان طبعا. احنا دي مراكز مستقره بقالها مش هزيل سنوات. تمام. فانا مش هزيل وسياسه الدوله وانها مش هتزيل. نعم.